بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. هذا الماطور اللي أمامكم ماطور نوع إيراني. هذا الوردات الكبيرة حجم ثلث، يعني 3.5 وفوق. هذا بيه مشكلة، المشكلة بأنه من تفتحون الربط مالته، الربط مالته الكارت معقد. هذا الماطور طبعا هو سرعتين، الربط الأولي بالنسبة للوائرات عندك هاي السرعة البطيئة، هذا المشترك، وهذا هو السرعة العالية. هسه راح نفتحها من جوا، لأن هي المشكلة تصير عندكم دائما بالجوا. هذا بالتأكيد هو سرعتين، أي مكثف ما بي بدون مكثف، هذا يعمل على آلية مفتاح الطرد المركزي. هنا راح نشرح طريقة الربط مالته لحتى للي يختلف عندهم الربط مالته. هذا الطبلة مالته صار بهالصورة، شوفوها بآليتين لأنه على سرعتين يشتغل. هذا للستار، هذا هاي الآلية للستار، بيها هاي آلية مفتاح الطرد المركزي، هاي شارحين عليها. نجي نشوف الوائرات مالته، التسلسل مالتهن بالسرعة. راح نجي الأزرق اللي طالع من الماطور يجي وراء الأصفر، طبعا الأصفر هذا ماخذينه تشامبر للطبلة من الوجه الثاني حتى يربطها ويا هاي الستار، هذا نفس الستار يعني محاولينه على جهتين. الازرق قلنا هذا الازرق يخص اي سرعه، السرعه العاليه اللي هو اسود هنايا، الازرق اللي طالع الماطور يخص السرعه العاليه. هنا هذا الاصفر الستارت، هذا هذا تشوفونه طالع من الماطور وماخذين تشامبر وين للطبله من فوق، تشوفونه هذا الاصفر. فاذا هذا الاصفر هذا الربط مالته، يعني تشامبر ما اخذينه. يجي وراء الكام المشترك اللي هو اللون الاخضر، هذا اللي هنا يقابله الازرق بالكيبل الرئيسي، تشوفونه مجاور الاصفر. زين عيني. هذا البن متروك، هاي التوصيله متروكه، هنا مربوط القهوائي اللي هو السرعه البطيئه اللي يقابل هنا ايضا الواير القهوائي. فهاي خريطه الربط مالته حتى لا حد يتيح عليه. هاي طريقة التوصيل مالتها، فحبينا نفيدكم لأنه بصراحة هواي ناس من تفتح الوائرات من مكانها ما يعرفون رجعوها لمكانها الصحيح. فهاي الطريقة للتوصيل، فحبينا نفيدكم، ورمضان كريم عليكم.